نتابع بالخبر الوطني. أكثر من 3 سنوات على تنزيل ورش جهوية متقدمة، ما هي الحصيلة وكيف لميثاق التمركز الإداري أن يواكب الجهوية المتقدمة وينهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ أسئلة نقف عندها بدءا من اليوم في سلسلة تقارير من مختلف جهات المملكة، والبداية من جهة طنجة تطوان الحسيمة مع أنيس أبو مهدي، سعيد ناجح وعز الدين أبو جيوش. تتمتع جهة طنجة تطوان الحسيمة بموقع جغرافي استراتيجي يكمن في مضيق جبل طارق وقربها من إسبانيا، كما تتوفر الجهات على شريط ساحلي غني بالثروة البحرية. يوجد بها ميناء للمسافرين والبضائع يصنف الأول في المغرب وإفريقيا، وتعد الجهة وجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والدولية. عوامل جعلت من هذه الجهة القطب الثاني الاقتصادي في المغرب بعد جهة الدار البيضاء سطات. دينامية ملحوظة ونمو مضطرد في مختلف المجالات الاقتصادية، لكن هذه الجهة لا زالت تعاني من إشكالات عديدة. كريس عملية يعني نقل السلطات لهذه المصالح الممركزة بحيث يصبح لهذا يعني المصالح القدرة الكافية على إبداء الرأي ويعني اتخاذ قرارات والصلاحيات الكاملة. وهذه من الإكراهات التي يواجهها مجال جهة طنجة تطوان الحسيمة في تنزيل واحد مجموعة المشاريع، بالإضافة إلى ضيق مجالات الاختصاصات الذاتية. ويحاول مجلس الجهة المساهمة في المجالات الاجتماعية عبر اتفاقية شراكة مع الجهات المعنية في مجالات الصحة والتعليم، لكن لخلق تنمية جهوية حقيقية بات تسريع ميثاق التمركز الإداري أمرا ملحا. الجزء الثاني والمهم من هذا الورش المتعلق باللاتمركز لم يتم وضعه لحد الآن، لذلك نعتبر أن الانتقال نحو صياغة ميثاق اللاتمركز هو استكمال لهذا الورش، على اعتبار أن أولا هناك تدخل في الاختصاصات، والآن الحمد لله هذا اللاتمركز إداري احنا في تصورنا فأنه جاء لي حقيقة هو نقطة قوة لصالح المجالس الجهات، لأنه يقوي صلاحيتها نعم ويقوي اختصاصاتها، لأن الآن أصبح في إطار لا تمركز إداري أن مجموعة من الصلاحيات الكبيرة جدا سيتم تفويضها. اليوم وبعد مرور 3 سنوات على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، يأمل المسؤولون بالجهة في أن يشكل ميثاق التمركز الإداري قفزة نوعية للتسريع بوتيرة التنمية على مستوى الجهة. فالمجلس ومنذ السنة الأولى من انتدابه رسم رؤية واضحة وأولويات تتمركز حول 3 محاور: التضامن ودعم المجتمع المدني، تأهيل الموارد البشرية، وأخيرا دعم البنيات التحتية، وذلك بغية تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية على مستوى الجهة. اجتماع مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال دورته العادية كان مناسبة للوقوف عند حصيلة المجلس والتطرق لنقاط أخرى هامة ذات أولوية. نتابع بهذا الشأن تصريح رئيس مجلس الجهة. الدعم ديال التعليم والصحة والتشغيل، هادو هما الأولويات ديالنا كمجلس جهة بني ملال خنيفرة، والحمد لله دوزنا نقاط أخرى اللي عندها علاقة بالأنشطة الاقتصادية، الأنشطة الفلاحية، كلهم هادو غادين في السياق ديال دعم التشغيل وتشجيع المقاولات الذاتية. كما حدثنا صندوق مهم للاستثمار، هو صدقنا على اقتناء عقارات مهمة لدعم الأنشطة الاقتصادية.